اضرب اصلانه. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد، فيديو حماسي، فيديو قوي جدا. بداية كده وقبل ما ابدأ في اي حاجة، الفيديو ده لو وصل 5000 لايك هنزل تحت الكومنتات واختار 5 يكسبوا معانا رويال باس 690 شدة، فالحق الفرصة دلوقتي وانزل اخبط اللايك الحلو بتاعك. انما الفيديو اللي معانا ده فيديو قوي جدا، كنت عملت شوية تجام من حظي الحلو والجميل ان انا كسبت 5 تجام ورا بعض. سألش ازاي بس كان مزاجي رايق وكنت ماسك التليفون وقاعد عمال العب فيه، فنص الجيم ضاع وانا بلعب في التليفون والنص التاني بجيب الناس الاخيره. فانت دلوقتي هتستمتع بشويه الجيم حلوه جدا، فتعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. طب تمام يا صاحبي، بص فوق كده هتلاقيني جايب زيرو كيل وهتلاقي فاضل في الجيم 16 واحد. حد يسالني يقول لي طب ازاي لحد دلوقتي ما جبتش ولا كيل؟ بس انا كنت بتعولق في الجيم ده وماسك التليفون عمال العب فيه وعمال بقى عارف انت رايح جاي في الجيم مش لاقي حد اقتله، ولكن فجاه وبدون اي مبرر هتشوف اللي هيحصل دلوقتي. يلا على العربيه. عربية يلا اركبوا، نروح لها. اركبوا خش. عربية تانية يا صاحبي. طب بتلوت فين؟ يلا بقول لك في عربيه تانية. عربيه تانية فين يا عم؟ حد يصحينا، صحي يا عم، ارمي سموك عليه. يا عم ارمي سموك. فين هو؟ فين؟ عاش يا رجاله. وحوش اهدوا، في ناس قدامهم. خش يا مديادة. خش يسا معايا، خش معايا. في ظهرك العيال دي لو جابوني هيفنشوني على طول. هم عند البيت هم. يخرب بيت الام البتاع الاي كي ام اللي معاه ده. ايوه اضرب. مين اللي جابه يا جدعان؟ طب استنى لما اجيلك. طيب الجيم كان حلو بس خلص بسرعه، وكالعاده وزي ما انتم عارفين الحاجه الحلوه عمرها قصير. تعال ندخل مع بعض ونشوف الجيم اللي بعد كده، جيم حماسي وقوي جدا. يلا بينا. حلاوتك يبقى كسبنا الجيم. طب احنا الاول على الطياره بقى الجيم معانا. يلا انزل سكول على طول. ماشي خلاص. طب روز هوك كان حلوه ونطلع منها على سكول عشان نبقى ماشيين مع الخط. يعني هنموت دلوقتي موته بشعه يا رجاله. يلا بينا على سكول يا شباب. احلى نزله دي ولا ايه؟ في حد نزل معانا يا رجاله؟ ايه ده، في تيم بس نزل ورانا. الله عليك. الله يلا تعالى. لا 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 بسرعه 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 بسرعه. بالله في جليتش. اهدأ نزلك تحت المسرح اللي هنا ده. عايزك تركز في الحته دي وتشوف هل الشخص اللي قدامي ده طالع من جليتش ولا نازل من فوق السطح. اضرب، هو ده اللي قتل صاحبنا. تلاش. مين ادي جامد يابا؟ اهو مين ادي جامد عشان جامد ما خدش. تعالى لفلي. تعالى جيت لك اهو. يلا رجاله تعالى صاحبي. يلا المشكله ان انا معيش يا ابن اليوم بي ده. حد ضرب عليا بسنايبر. استنى بس اقف يا اسطى اما يجي معانا. يلا بسرعه تعالى اركب. حد ضرب عليا بسنايبر. اسم الله يا عم. اركب دلوقتي. لف لهم. يلا يلا لف يا صاحبي. لف هيجيبنا واحد سنايبر دلوقتي. معايا اسم الله ار بس مش بعيد كده بقى، مش بعيد كده. ايوه خش هنا، خد كفر يا اختي. شفت ده مش ليه؟ امشي ورايا وانت هتكسب. ماشي يا اسطى، هنمشي وراك دلوقتي اهو. يلا شوف انت فين بقى. نيدا هم عمالين يرموا في نيدات، هم مش هيعرفوا يعملوا حاجه غير نيدات بس. يا ابني ايه ده يا صاحبي؟ بص له، انت من شباك وانا من شباك. ماشي اصبر. عاش هو كل لوحده على فكره. الواد ده كان قاعد يضرب على، تعرف الواد دوت كان قاعد يضرب على مين؟ اه هو اللي ضرب على احمد. لا ضرب عليا.
خلي بالك عشان لسه في ناس بالهبل. طب تعالوا تعالوا تعالوا. انت ما اعرفش بوت ولا بلير. اه في بوت كمان هنا اهو. كده خلصنا من البوتات دي. الولا طلع فوق يا اسطى، الولا طلع فوق بتاع الباجي. اوعى ده بيضرب عليا. يا اسطى لو حد معاه سنايبر او سكوب بس يبقى والله جبته. هدوء بس يا جدعان عشان اوعى الوادم. لبست واحد اصلا، اطلع له على طول. انمي 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 بسرعه انمي. انا رايح له رايح له. امسكوا بس اعصابكم، امسكوا نفسكم كده. ايوه عاش، اطلع له. يا لهوي يا عم على الدمج. جاي له جاي له. اضرب اضرب كفر 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 يا احمد اضرب. الواد هنا مكمبر كمبرة عمره. هو ده، تعالى هيلس بسرعه. يلا على اللوب. يلا يا باشا على اللوب بسرعه. جاي لك جاي لك جاي لك ما تقلقش. تعالى خلبوص يلا اضرب اضرب يلا. فات ما تجريش ما تجريش ما تجريش. تعالى انت كمان. ده بينام بينام. الله عليا ايه الحلاوه دي. تصدق سكوب ثلاثة حلوه يا رجاله. بقول لك ايه يا بوي، بقول لك ايه، اصحى للكلام. شغل الافشخانيه دي مش عايزين الكلام ده. انا بقول لك اه، بقول لك قصه والله عيب عليك والله. في ناس هناك اهي. العربيه لما احتام الاول، انا كان في جليتش كده حصل وانا داخل عليكم، فانا مش فاهم انتوا فاهمين ولا لا، بس كان في ناس في ناس هنا. عم كوبري مكشوف زي ده، عايز تتنهم فيه واحنا نروح لهم من ظهرهم. مفيش أيوة. العربيه بتاعتهم مشيت يا صاحبي، عربيتهم مشي. ده بيضرب منين بقى؟ اللي بيضرب بسبسه مكمبر ده. مكمبر. رجلين رجلين رجلين. ده بوت، شكله بوت. بوت يا عم، بوت بوت. اه البس يلا. هو فين؟ انمي انمي بسرعه انمي. ورا الشجره ورا الشجره. تعال بالعربيه نخش نبش عليه. تعال بالعربيه يلا. نفسي يطلع يبلع حته ده. هات العربيه هات العربيه ويلا. يا والله يا اسطى انا اللي مدمجه الاول، والله انا اللي ضربه الاول. اضرب يا صاحبه الولا. انا زعلان من الواد اللي هناك ده، لان انا كنت المفروض اقتله، لان انا مديله هيت شوتين يا صاحب. عندك عندك امازن بتاع سكوب سكوب 6؟ لو لقيت سكوب 6 هاته. عربيه فوق على فكره. العربيه دي انا مش واثق فيها، حاسس ان فيها حاجه مش طبيعيه، واخد بالك انت؟ في عربيه فوق اهي. شوف العربيه دي كده، مالها العربيه دي؟ العربيه دي انا عمال ابص لها من ساعتها. اوعى يكون حد هنا ولا هنا، ولا حد يطلع لنا من تحت بير السلم. هو فعلا. طب خلاص يلا اركبوا العربيه بتاعتك. هات العربيه هات العربيه يا مازن، هات العربيه وتعالى فوق الجبل خالص. الطياره جايه، الطياره داخله علينا، شكل الطياره هتنزل عندنا الدروب يا رجاله. خش خش خش. هو انت خد اللوب. خش بقلبك الجامد، خش يا شلاشة. يلا يا شلاشة ما نضرب واحد. بالك في لاج، ها في لاج، في ناس فيها. بالك بالك يعني. سيبني بس افتحه وبعديها ارمي سموك ارمي سموك. يلا يا اسطى يلا اركب بسرعة، يا اسطى اركب بسرعة اركب بسرعة بسرعة مازن بسرعة بسرعة مازن. ولا كأننا عملنا أي حاجة، ولا كأننا عملنا أي حاجة، ولا حد خد باله من حاجة. لما مفيش حد موجود هنا خالص كده في الخريطة دي، أمال أنتوا ما فين؟ أنتوا بيعملوا إيه دول؟ أنا داخل أوروبا على فكرة، يعني مش داخل شرق أوسط كلهم كنبرة. ما كانش ده ينزل، مين اللي هينزل يا مينعم يا ابني؟ بس ما عملناش عدد كيلات برضه كبير، دول هم 8 كيلات يعني. سيبولي بقى الواحد اللي فاضل ده، سيبولي الواحد اللي فاضي. يا عم لا يا اسطى انا 4 كيلو، انا عايز اكمل 5. لا يا اسطى لازم اكمل 5 يا اختي. يا ابني اسمع مني، انا محتاج اكملهم 9. ليه؟ اديني بس انمي وسيبه، مالكش دعوه بيا، انا هتعامل معاه. اضرب نه، اضرب بادي من حديد. اديله تعال لف بس بس تعال لف. الله على 100 طلقه اللي طاروا في الهواء. تعال لف تعال لف عليه تعال لف عليه. تعال يلا 100 طلقه راحوا في ثانيه. ايوان هو ده بس. سيبولي يا باشا اضربني بقوم يا اسطى، اضربني بقوم يا اسطى. مع قوم يا ابن الجاح ده. انا ادخل بال 24. خشوا معايا خشوا معايا عشان اه لازم نكسب الجيم ده.
عاش من غير فتح سكوب. لولا ان انت جبته لولا ان انت جبته كان زمانه جه. غير فتحة سكوب انا ضربت كده والسلام. عاش يا رجاله. لايكات يا جدعان، ها اوعوا تنسوا اللايكات اهم حاجه، اهم حاجه لايكات اشتراكات سبسكرايبات. وكده يا جماعه بقى احنا خلصنا الفيديو ده، وزي ما قلت لك الفيديو ده لو وصل 5000 لايك هنزل اختار 5 يكسبوا رويال باس من تحت الفيديو من الكومنتات. فانزل الحق الفرصه بسرعه واكتب كومنت تحت الفيديو بالاي دي بتاعك، وكمان اخبط اللايك الحلو علشان ممكن انت اللي تكسب معانا. السلام عليكم.